دعنا نتوقف عند بعض المواقف الحقيقة الخارجية الخاصة بالحرب في السودان ومواجهة التمرد. السفير الأمريكي في السودان يقول المخرج الوحيد من الصراع هو الحل التفاوضي بدعم دولي ومنظمات المنطقة وخارجها. كيف تقيم هذا الموقف؟ الموقف الأمريكي يعني هو الصحيح، يعني يمكن أن نقيمه بواسطة هذا التصريح، ولكن من منذ بداية المعركة إلى الآن الموقف الأمريكي يعني هو ليس ضاغط بالدرجة الكافية، لا يريد يعني لا يتبنى حلا واحدا ويضغط عليه إلى تنفيذه، إلى أن يتم تنفيذه أو معاقبة من لم ينفذه. لذلك أحيانا يدخل بمدخل مفاوضات جدة في الشؤون الإنسانية أحيانا، وتلك دخل فيها بصورة مباشرة، كان يعني يقود هذا التفاوض. أما في منبر الإيجاد هو مجرد داعم وليس يعني مفاوض رئيسي وليس وسيط رئيسي، الوساطة الرئيسية هي منبر الإيجاد. لذلك الموقف الأمريكي هو موقف وسط، لا يريد أن يدعم الجيش أبدا، وفي نفس الوقت ويدين الدعم السريع. أدان الدعم السريع بعد أن تلكأ في إدانته، ولكن مؤخرا أدان الدعم السريع، وفي نفس الوقت لم يدعم الجيش السوداني وتركهما يقاتلان هكذا حتى ينهك كل منهم الآخر، حتى يضعف كل منهم الآخر. والحل المفضل لأمريكا هو أن يأتي عن طريق المفاوضات. لماذا؟ لأن المفاوضات سوف تأتي بقحط المركزي، وهي يؤسفني أن أقول أنها بيادق تحقق مصالح أمريكا، لأنها تتبنى العلمانية وتتبنى لكن لماذا أيضا لم تضغط أمريكا لصالح هذا القحط المركزي؟ لم تضغط ضغط كامل بكل ثقلها. السبب لأنهم فشلوا، أمريكا كانت تقف معهم وكانت تسندهم خلال 4 سنين من كانت تراهن عليهم، كانت تراهن عليهم. المجتمع فشل الرهان، فشلوا هم أنفسهم، حكموا على تجاربهم السابقة بالفشل، والشعب السوداني طردهم. كل هذه القيادات الآن موجودة في أديس أبابا وفي يوغندا كمبالا، كل هذه القيادات الشعب السوداني رفض، ولا يستطيع أحد منهم قبل قيام الحرب وأثناء وجودهم في الحكم لا يستطيع واحد فيهم أن يواجه تجمع ولو من 10 أشخاص من الشعب السوداني في أي تم طردهم من باشدار، حتى لا أتكلم جزافا، تم طردهم من محطة باشدار السودانية، من محطة 7. أقام الشباب تجمعات شبابية في تلك المناطق من العاصمة القومية، أراد هؤلاء القادة أن يخاطبوا الشباب، ولكن تم طردهم، تم قذفهم بالحجارة، تم قذفهم بأوبخ العبارات، وكل الميديا تغلي ضدهم وضد سياساتهم، لذلك تم تجريبهم. الآن هم لكن بعد يقولون هذا ليس الشعب السوداني، هذول أبناء المؤتمر وأبناء الإسلاميين وما يفعلون ذلك، بعد أن فقدوا مكانتهم في الشعب السوداني داخل، لذلك لا أرادوا أن يستنصروا ويستقوا بالدعم السريع كرافعة عسكرية. فشلت هذه بحمد الله وبشكره. أيضا أرادوا أن يستنصروا ويستقوا بفولكر وبالأمريكا وبالرافعات الخارجية، حتى أن وزير خارجية السودان نفسه قال أنا ساهمت بتطبيق العقوبات على السودان ولن أعتذر عن ذلك. لكن حتى خذلوهم هؤلاء الناس، خذلوا أمريكا وخذلوا الغرب الذي كان يدعمهم. أنت تعرف أنك يعني مهما تكون إذا أردت أن تستعين بشخص لكي ينفذ لك غرض ما، يجب أن يكون قدر التحدي، لم يكونوا بذات الطلب الذي رهنت عليه أمريكا. لذلك هم فشلوا في كل الاتجاهات، سواء بالرافعة العسكرية، سواء بالرافعة الخارجية، سواء أمام الشعب السوداني، حتى بثورة ديسمبر نفسها التي يصيحون أنها ثورة المجيدة، خذلوا هذه الثورة وتم لعنهم من الجميع. لذلك الآن هم لا يستطيعون أن ينفذوا أي شيء غير وجودهم في كما فشل الدعم السريع وسقط أخلاقيا، هم أيضا سقطوا سياسيا، والآن يعني يقتاتون على موائد الغرب في كينيا وفي الإيغاد وفي أديس أبابا، ولن يخرجوا من ذلك بشيء، لأن الكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب السوداني، والشعب لفظهم، وكان الشعب يتحداهم يقول إذا كانت لديكم يعني شعبية وعندكم قبول فاذهبوا إلى صناديق الانتخابات. خافوا من هذا، لكن هم يروجون الرفض على أنه مش الرفض من الشعب،
هذا رفض من فئة من الشعب، الإسلاميون يرفضونه. إذا كان الشعب يقف معكم، لماذا رفضكم في كل حكوماتكم من خلال هذه الأربع سنين؟ لماذا فشلتم إذا كان الشعب يسندكم؟ لماذا فشلتم في إقامة جنة الله في الأرض في خلال هذه التجربة؟ أيضا لماذا تهربون من الانتخابات؟ أسمح لي أن أقول لك أن إبراهيم الشيخ رئيس حزب سابق، ثم أن خالد سلك الآن هو الناطق الرسمي بكل هذه المجموعة، ذكروا بلسانهم أنهم لن يقيموا انتخابات لأنها لن تأتي بنا وسوف تأتي بآخرين. نعم. لذلك هم لن يلجوا للانتخابات إلا إذا ضمنوا النتيجة مسبقا. حتى أن السفير الأمريكي، هذا السفير أو السابق لا أدري، ذهب إلى قائد في شرق السودان، قائد مجتمعي، قائد قبلي، قال له أريد منك أن تنتقل من الحلف السياسي الذي أنت فيه وتنتقل إلى الحس وتدعم الحلف السياسي اللي هو قحط المركزي حتى تثقل موازينه في الانتخابات القادمة. رفض هذا القائد، زجره أولا، زجر السفير الأمريكي ورفض له هذا الطلب، وقال أنا حر في بلدي أختار رأيي السياسي وموقفي السياسي. كما حتى أن السفير الأمريكي نطقها بلسانه، قال نحن لا نوافق. بالله يعني أرجو منك ومن المشاهد الكريم أن يقيم هذا السفير الأمريكي، وأنا مسؤول عن ذلك، الذكر أنه لا يوافق على إقامة انتخابات في السودان لأنها لن تأتي بحليفهم وإنما تأتي بكذا، بالطرف السياسي الآخر. هذا ذكرها السفير الأمريكي. نعم. وهذا هو الذي يتبنى الوساطة في منبر جدة، والآن يريد الوساطة في الإيجاد. إذن هذه هي الوساطة وهذه هي أهدافهم التي يريدون يحققونها. Thank you.